اشترك في القناة ليصلك كل جديد أولا بأول. ستة نصائح تساعد الرجل على جذب أنظار النساء. يسعى بعض الرجال بشدة إلى لفت نظر النساء في المكان المتواجدين به، وفي سبيل ذلك قد يلبسون أفخم الثياب وأغلاها، ويا حبذا لو كانت تحمل توقيع أشهر الماركات العالمية. لكن ما لا يعلمه بعض الرجال أن هناك أشياء أكثر أهمية في مظهرهم بعيدا عن الملابس، هي التي تقع عليها عين الأنثى منذ الوهلة الأولى. نستعرض فيما يلي ستة منها. طريقة تصفيف الشعر. ترك الشعر غير مصفف أو مصفف بصورة سيئة يختلف كثيرا في أول نظرة من المرأة على مظهرك، فاحرص على زيارة الحلاق باستمرار، واعتمد طريقة تصفيف تناسب وجهك وسنك وأيضا مكانتك الاجتماعية، ولا تلتفت إلى الموضة المتواجدة الآن على الساحة، اختر ما يناسبك فقط. العطور من أهم ما يلفت نظر المرأة منذ أول وهلة، حيث إن العطر ذو الرائحة الجذابة يعزز فرصك لدى المرأة بشدة، فاحرص على وضع العطور المناسبة لك، ولكن مع عدم الإفراط في وضعها حتى لا تصبح رائحتها منفرة وتأتي بنتيجة عكسية تماما. اللحية المبعثرة. بعض الرجال يعتقدون أن اللحية المبعثرة غير المنمقة بعناية جزء من شخصيتهم ومن شأنه جذب النساء إليهم، لكن على العكس غالبية النساء يفضلن اللحية المجذبة بعناية سواء كانت طويلة أو قصيرة. ويمكنك إذا كنت تفضل إطالة لحيتك أن تستخدم زيوت طبيعية تساعدك على تصفيفها وتعطي لها مظهرا ورائحة جذابة للغاية. الأظافر غير النظيفة. قد يلجأ بعض الرجال إلى إطالة أظافرهم مما يتسبب في تراكم الأتربة أسفلها، وهو ما يعطي مظهرا غاية في البشاعة ليديك. لذا احرص على تقليم أظافرك باستمرار أو إطالتها إذا كنت ترغب في ذلك، مع العناية الجيدة بنظافتها، ولكن لا تطيلها بصورة كبيرة لأن ذلك يعطي انطباعا سيئا عن شخصيتك. شعر الوجه الزائد. تركز المرأة بشدة في الشعر الزائد الذي يتواجد في محيط وجه الرجل كشعر الحاجب والأنف والأذن. بعض الرجال لا يهتمون على الإطلاق بمثل هذه التفاصيل الصغيرة التي من شأنها أن تقربك منها أو تبعدك تماما عنها، فاحرص على إزالة الشعر الزائد في وجهك بصورة دورية، والمقصود هنا الشعر الخارج عن المألوف في الحاجب والأنف والأذن. الفم والأسنان. قد تكون أول كلمة لك مع المرأة هي الأخيرة إذا كنت لا تهتم بنظافة أسنانك ورائحة فمك، فالأسنان الصفراء ذات الشكل المنفر لن تجعلك بالطبع صاحب أفضلية لدى النساء، كما إن رائحة الفم عامل مهم للغاية، ومن الممكن أن تستشر طبيبك لمعرفة أسباب هذه الرائحة، لأنه قد تكون بسبب أشياء أخرى غير الأسنان واللثة، واحرص على معالجة هذه الأسباب فوراً.